جايز اكون غلطت وورطت نفسي في ازمه مهنيه كبيره قوي، وجايز كمان اكون دلوقتي متهمه بالتصوير والتسجيل من غير اذن قضائي، بس انا ما فكرتش في اي توابع. وكان سهل عليا ان انا انزل كل ده على صفحتي واكسب ترند عالمي واضمن لنفسي مستقبل صحفي عظيم، بس الحقيقه ان انا ما كنتش عايزه المستقبل ده، وعملت كل ده لاني بنت حلال. ابويا رباني على الحق والحلال، سمعني مزيكا تزغزغ القلب وترد الروح، فرجني على صندوق الدنيا من شاشه تلفزيون قديم اسمه تلفزيون ماسبيرو، شاشه صغيره علمتني الحب والاحترام والضحك والثقافه، ما علمتنيش اتاجر بعقول الناس ولا سمسر بفضايحهم. وكلمتي الاخيره هقولها للاستاذ مازن، هقول لك اني بعت لك الفيديو ده لاني عارفه انك ابن حلال برضه، وعارفه انك هتذيع الفيديو من غير اي تردد، لانك واحد من اشراف المهنه العظيمه دي. كمان انت الوحيد اللي امنت بيا وساعدتني لمجرد انك صدقتني في مداخله التليفون. حابه اقول لك شكرا، شكرا من كل قلبي. لا، هو انا اللي بشكرك من كل قلبي يا شادي، وكان نفسي بصراحة أقفل الحلقة بيك زي المرة اللي فاتت بعد الكلام اللي قلتيه، لأن مفيش حاجة تقل بعده بصراحة. بس لسه في أول البرنامج، وأعتقد إنها لو قفلت الحلقة دلوقتي القناة ترفدني زي ما رفضتك زمان. أنا مش هرفدك يا مازن، أنا هدمرك. مالك بس يا ست الكل في إيه؟ بس يا فارس وحياتك. أستاذ أنور لو سمحت حضر لي العربية أنا طلع له على القناة دلوقتي حالا. تحت أمرك يا فندم. بصراحة أنا مش عارف أنت متنرفزة كده ليه؟ اسكت أنت يا فارس دلوقتي. طب ما اللي حصل دوت هيرفع قناتك للسما وضربة في مقتل لأكبر منافس ليكي، ولا أنت شايفة إيه؟ في 60 داهية المنافس ليا، وفي 60 داهية الإعلانات والفلوس، وش عندك كمان؟ وأي حاجة تيجي من ورا البتة اللي اسمها شادية دي. كنتش أدمرك يا مازن، ما بقاش أنا بريال. طب هدي أعصابك. بس يا فارس. أنا آسفة يا بابا. عشان خاطري ما تزعلش مني. لا ازعل منك ايه يا حبيبتي؟ ده كلام برضه بعد العظمه اللي انا شفتها دي. لا يعني ان انا كمان بعت الفيديو لمازن. ما انا ما يهمنيش لا مازن ولا عفريت ازرق، انا كل يهمني هو انت يا حبيبتي. انت هتجنني يا عبد الله؟ اللي عملته شادي ده ممكن يسجنها، يسجنها، مش كده يا جماعه ولا ايه؟ الشر بره وبعيد يا ابله، تفي من بقك. ماما صح يا عمته، شاديه سجلت للراجل وفضحته من غير اذن قضائي. ما تتكلم يا شيخ. طب معلش بعد اذنكم، يعني مع احترامي ليكم. لا يفتى ومالك في المدينه، تقول يا استاذ بشار حاجه بعد اذنك، بنتي عليها مسؤوليه في اللي حصل ده ولا ايه؟ استاذ عبد الله انا مش هرد بالقانون، انا هرد بقلبي. ربنا يكرمك يا بنتي، انت فعلا بنت حلال. يا راجل فهمني انت بتعمل ايه؟ اهي هي دي الورقه سوكه، دي الورقه اللي هتولع الدنيا، دي الورقه اللي هتاكدني الشهاده انا وانت يا بت. دي ورقه المستشفى؟ ايوه، واسمها ملعلع قدام منك اهو. شاديه، شاديه سالم مرتضى النيل. يا لهوي، يعني هي دي البت يا رمضان اللي ايوه يا سوكا، هي دي شبه امها الخالق الناطق، هي دي البت اللي ولعت الدنيا النهارده، وهي دي اللي بتقول على نفسها انها بنت حلال، وهي يعني استغفر الله العظيم لا هي بنت حلال ولا بنت عبد الله الفلاني.